يعطيكم العافية شباب وصبايا، بدنا نحكي عن النشاط النووي الصناعي في تكملة دراستنا لفيزياء النواة. هلا أنا حطيت تعريف للنشاط النووي الصناعي، كتبت هو عملية يتم فيها إحداث تغيير في مكونات النواة، في داخل النواة نفسها بصير في عندنا تغيير في المكونات. أستاذ أنت شرحت لنا قبل إشي اسمه النشاط النووي الطبيعي اللي هو الدرس اللي قبل هذا، صحيح. كانت النواة تكون نواة غير مستقرة، فتصدر النواة إشعاع بهدف إنها تتحول لنواة أكثر استقرارا. طب شو الفرق أستاذ عن هون؟ طلعوا الفرق. هون بكون في عندنا نواة أصلاً ممكن تكون في حالة استقرار، يعني نواة مستقرة. هاي النواة المستقرة بروح بدخل عليها أو بندخل عليها إشعاع معين، تمام؟ بهدف إني أحول هاي النواة إلى نواة جديدة تكون غير مستقرة. أستاذ وقف، يعني أنت عكس اللي حكيت لنا المرة الماضية تماماً العكس. طب ليش بنسويه؟ ليش إحنا بنحول نواة مستقرة لنواة غير مستقرة؟ الهدف إنها تصدر إشعاع. لما هاي النواة تتحول لنواة غير مستقرة، هاي النواة بحد ذاتها رح تصدر إشعاع، وهذا الإشعاع بيفيدنا في تطبيقات عملية في حياتنا. طب أستاذ هيني أدخلنا إشعاع، لا أنواع الإشعاع مش نفسه، يعني أنا ممكن أدخل هون ألفا طلع لي بيتا، أنا بدي البيتا على سبيل المثال، تمام؟ عيد لك يا كاميرا. إذا أنت بتجيب نواة بتكون مستقرة بتدخل عليها إشعاع معين، فهاي النواة بتتحول إلى نواة غير مستقرة. هاي النواة الغير مستقرة تصدر إشعاع زي ما رح نشوف قبل شوي، هذا الإشعاع بستخدمه في تطبيقات حياتنا اليومية. وقلت لك هي بعيد كاميرا، قلت تقدر تسألني سؤال تقول لي أستاذ شو استفدنا؟ أدخلنا إشعاع حصلنا إشعاع، مش هم نفسهم. أنا ممكن عندي مثلا ألفا وبتحصل على إشعاع بيتا على سبيل المثال. بروح ممكن في نواة معينة إذا أسقطت عليها ألفا هاي النواة تتحول لغير مستقرة وتعطيك البيتا اللي أنت بدك إياها في تجربتك. الآن في جميع تفاعلات النشاط النووي الصناعي هاي المعادلة ثابتة، تمام؟ صيغة المعادلة هاي. خلينا نبدا باول شيء، انا حاط كابيتال لتر واسمه لتر اذا ملاحظين. الاكس والواي والسي ان هدول اللي هي كومبلكس نيوكليس هدول بيشيروا الى انويه يا جماعه، وباللون الاحمر اللي اسمه لتر حاطهم يشيروا الى اشعاع، تمام؟ اذا من بعيد باللون الاحمر هي اشعاعات، باللون الازرق هي انويه. نيجي على البدايه. في البدايه انت بتيجي على نواه اسمها اكس، بتكون نواه مستقره راح نسميها مع بعض نسميها نواه الهدف، تمام؟ اللي هي النواه هاي المستقره. هاي نواة الهدف هي نواة بتكون مفروض أو في حالة اسمها حالة استقرار، يعني مفروض تكون نواة مستقرة اللي هي بداية التجربة تبعتي. بدخل على هاي النواة المستقرة A. إيش هو A؟ هو عبارة عن إشعاع، وعشان نميزه رح نسمي هذا الإشعاع قذيفة. قذيفة تدخل على الإكس تتفاعل مع الإكس. أنا هون أدخلت إشعاع على نواة مستقرة، إشعاع دخل على نواة مستقرة، هاي النواة سميتها نواة هدف، وهذا الإشعاع بيكون عبارة عن قذيفة. خلينا نحكي شوية معلومات عن هذا الإشعاع اللي هو عبارة عن قذيفة. أول شيء هاي القذيفة لها عدة أصناف، ممكن هاي القذيفة الكتاب حاط لك ممكن يكون هاي القذيفة عبارة عن هيدروجين واحد واحد، ممكن نظير هيدروجين ديتيريوم واحد باثنين، تمام؟ يعني هيدروجين عادي H واحد واحد، أو هيدروجين واحد اثنين اللي هو نظير الهيدروجين، كما يمكن استخدام كمان الهيليوم. 2 في 4. انا بحكي لك عن امثله للقذائف اللي ممكن استخدامها. اذا صرت حاكي عن ثلاث امثله، حاكي عن هيدروجين مثال على قذيفه، حاكي عن ديتيريوم نظير الهيدروجين مثال على قذيفه، وحاكي عن هيليوم مثال على قذيفه. وافضل قذيفه يمكن استخدامها، افضل انواع القذائف هو النيترون 0 في 1. اشمعنى؟ لانه انت بتعرف ان النيترون متعادل كهربائيا، فانا بضمن انه يدخل على النواه ما يعمل تفاعل في النواه، تمام؟ بضمن انه راح يدخل على النواه ما راح يعمل رح يعمل تفاعل داخل النواة، أنا بقصد مش رح يعمل تنافر تجاذب كهربائي، تمام؟ لأنه مكونات النواة موجبة والإلكترونات في مدارات الطاقة سالبة، فعشان أخلص موضوع القوى الكهربائية تنافر وتجاذب وأضمن يعمل تفاعل داخل النواة، ممكن النيترون يكون من أفضل القذائف، تمام؟ طيب، إذا أربع أمثلة على القذائف، هاي القذائف في الكتاب بحكي لك إنه بنستخدم عشان نقدر ندخلها النواة بنستخدم شيء اسمه مسارعات نووية. هاي المسارعات النووية بمسك هاي القذائف بسرعها وبعدين بدخلها على النواة بتروح تتفاعل مع النواة. شو بصير في مرحلة ما بعد التفاعل مع النواة؟ خلص تفاعلت مع النواة، بعد تفاعل النواة بتتحول النواة هاي لنواة جديدة. هاي النواة الجديدة هي بتحط عليها ستار هيك، وانت بتعرف الرمز هذا قصدي فيه انه نواة غير مستقرة، تمام؟ هاي النواة الغير مستقرة اسمها طبعا CN هو رمز لكومبلكس نيوكليس اللي هي نواه، خلينا نحكي انها بتكون نواه غير مستقره. هاي بتكون عباره عن مرحله انتقاليه، بكتب عليها مرحله انتقاليه. بتكون النواه هون في حاله عدم استقرار وهي بتبحث عن انها تصير نواه اكثر استقرارا.
فما بتلبث النواة انها تتحول من اكس الى سي ان نواة انتقالية او نواة مركبة. هاي بدي اسمي لك اياها، هاي اسمها نواة مركبة complex nucleus. ما بتلبث الاكس حتى تتحول عن طريق القذيفة الى نواة مركبة، حتى مباشرة نواة مركبة لانها غير مستقرة بتتحول لنواة جديدة. النواة الجديدة اللي هي نواة ناتجة بنسميها نواة ناتجة. دير بالك بداية التفاعل كان اسمها نواة هدف، النواة هاي في النص بتكون غير مستقرة اسمها نواة مركبة، والنواة اللي بتنتج من تفاعل اسمها نواة ناتجة. طبعا هاي النواة بتكون في حالة استقرار، وهاي النواة بتصدر اشعاع، وهذا الاشعاع بدنا نسميه اشعاع ناتج. اشعاع ناتج. هذا الاشعاع فيه له تطبيقات عملية، يعني احنا بنستخدمه في حياتنا اليومية، ممكن نحتاجه، ممكن نحتاجه في دراستنا، تمام؟ طيب انا حاطط لك الان هون معادلتين بيمثلوا امثله على العمليه صارت سابقا اللي هي النشاط النووي الصناعي. حاط معادله انا مسميها انتاج النيترون. ليه؟ لانه الناتج او الاشعاع الناتج هون بالمعادله هاي كلها شو هو؟ نيترون. هاي المعادله اسمها انتاج بروتون. ليه؟ لانه الناتج هو الهيدروجين واحد بواحد. معلش تخافش، الهيدروجين واحد بواحد ونفسه بروتون واحد بواحد، نفسه البي 11 نفسه. طيب هلا هاي المعادلة إذا جتك في سؤال، اسمع، في سؤال بأسئلة الفصل أو في سؤال في الكتاب بيسألك عن مجموعة أسئلة بيسألك عنها، بيجيب لك المعادلة هاي كاملة وبيجي بيسألك سمي القذيفة في الشكل، القذيفة بتدخل على النواة الهدف، فالقذيفة هي الهيدروجين واحد واحد، تمام؟ في المعادلة هاي كمل، سمي النواة الهدف، هاي النواة الهدف، ال اي بداية التفاعل اللي هي النواة المستقرة بداية التفاعل اللي بتتفاعل مع القذيفة، سمي نواة مركبة، هاي نواة مركبة في نص المعادلة بتكون نواة غير مستقرة، تمام؟ ما بتلبث إنه مباشرة تصدر إشعاع عشان تحول النواة أكثر استقرارا. سمي النواة الناتج، هيها PE 4 و 7 زائد بنتج عندي هون نيترون، هذا اسمه الإشعاع الناتج من هذا التفاعل. طيب طبعا بدنا نيجي على الاستخدامات الطبية للنشاط النووي الصناعي. التطبيقين هذول أنا حاولت أحولهم لرسومات شوي عشان يسهل عليك دراستهم، تمام؟ هي مادة نصية تحكي عن تطبيقات عملية عن النشاط النووي الصناعي. أنا قلت لك إنه الإشعاع الناتج هذا بدنا نستخدمه تطبيقات عملية، تمام؟ فهو حاط لك هون مثالين على استخدامه. رح أبدأ بالمثال الأول، إشي خلينا نحكي بالطب يسمى التعقب. شو هو التعقب؟ التعقب يكشف عن الانسدادات في الأوعية الدموية عن طريق تعقب الإشعاع في جسم المريض. يعني أنا بقدر إني أحدد وين الأوعية الدموية اللي فيها تضيق أو فيها خلينا نحكي انسداد باستخدام الإشعاع أو باستخدام الأشعة. مفروض تكون طالب عارف إنه هون الإشعاع اللي يستخدم هو الصوديوم المشع، يتم حقن ساق المريض بمحلول الصوديوم المشع. يعني لو سألت في عملية التعقب ما نوع الإشعاع المستخدم، بتقول له والله بستخدم صوديوم مشع. أنا حاطهم مثال توضيحي، جبت الآن صوديوم مشع حقنت ساق المريض فيه، تمام؟ هلا ساق بعد يدخل الصوديوم المشع على ساق المريض، أنا مكبر لك هون الجزء هذا أورجيك بس الأوعية الدموية، تخيل معي إنه هدول الأوعية الدموية. شو بيسوي الطبيب؟ الطبيب يقوم بملاحقة الإشعاع داخل المريض. كيف يلاحق الإشعاع؟ شوف بدي أرمز لك الإشعاع في الشكل باللون الأزرق، هذا الإشعاع حقنت بالصوديوم المشع، تبع معي. الصوديوم المشع لما يدخل الان بيمشي في داخل الاوريه الدمويه كمان في الشكل هاي، مشى في الاوريه الدمويه هاي، طلع لفوق الصوديوم المشع، طلع على اليسار، بس لاحظت ان مكان معين الصوديوم المشع هون توقف على المرور. يعني اذا رسمي هاي مش واضحه راح اورجيك اياها زي هيك. في عندنا الان اورده او اوعيه دمويه، وريد، شريان دموي، بيسري فيه دم، حقنت المريض بالصوديوم، مشى الصوديوم مع الدم. لان انا باستخدام الاجهزه بقدر احدد او اتبع مسار الصوديوم، يعني انا شايف الصوديوم هو قاعد بيمشي، ما بقدر اشوف الان الأوردة الدموية والأوعية وإلى آخره، لا لا لا، أنا قاعد بشوف الصوديوم لأنه مشع يصدر إشعاع بلتقطه باستخدام الأجهزة. الصوديوم ماشي في داخل الشريان، أوكي تبعت الصوديوم عند مرحلة معينة لقيت إنه الصوديوم توقف. إذا أنا بقدر أحدد إنه هذا الشريان فيه انسداد، أو الصوديوم وهو قاعد بيمشي في داخل الوعاء الدموي لاحظت إنه خلينا نحكي إنه السريان تبعه قل، يعني كان كثافة الصوديوم أو خلينا نحكي كثافة الصوديوم أثناء عبوره كانت عالية، فجأة كثافته قلت، بعرف إنه هون في انسدادات. يعني خلينا نحكي انه الاوعيه الدمويه كان فيها انغلاقات بسيطه، تمام؟ فانا بقدر احدد هلا بالكلام اللي حكيته عشان اوصلك للنهايه. شو التعقب؟ الكشف عن انسداد في الاوعيه الدمويه. كيف بيتم؟ او الاشعاع المستخدم هو صوديوم مشع. كيف بيتم؟ يتم حقن ساق المريض بصوديوم مشع ويتم تتبع الاشعاع، تمام؟ وفي المرحله اللي بتوقع فيها الاشعاع على المرور في الوعاء الدموي بعرف انه هذا فيه انسداد او فيه تضيق. الان التطبيق العملي الثاني اللي هو العلاج الإشعاعي. شو العلاج الإشعاعي؟ قتل الخلايا السرطانية، كلنا بنعرف له العلاج السرطان باستخدام الإشعاع. لو سألت شو نوع الأشعاعات ممكن تستخدمها في العلاج، بحكي له ممكن أستخدم أشعة جاما، بتعرفوا الجاما، أخذناها جاما 0 بـ0، هيها جاما 0 بـ0.
طبعا لو سالك اشعه جاما هل نحصل عليها؟ اسمع مكتوب لك تعال نحصل عليها من احد نظائر كوبالت المشع اللي هو سي او 2760. تمام انتبه لها. كيف نجيب الجاما اشعه جاما في العلاج الاشعاعي؟ نجيبها من احد نظائر كوبالت المشع 27 سي او 27 بي 60. ممكن استخدام الاشعه السينيه الاكس راي اللي هي الاشعه مجهوله او الاشعه السينيه. ممكن استخدام بروتونات ونيترونات. من وين نجيب بروتونات ونيترونات؟ هي معادله انتاج البروتون وانتاج النيترون. استاذ نحفظهم؟ لا، بس انا قاعد بحكي لك عن تطبيق عملي. من وين اجيب انا البروتونات والنيترونات من اجل استخدامها في العلاج الاشعاعي؟ الكتاب ما قصر، يعطاك اياهم، قال لك هاي معادله انتاج النيترون وهي معادله انتاج البروتون المستخدم في العلاج الاشعاعي. لا، كيف بتتم العمليه؟ بنجيب حزمه ضيقه عاليه التركيز من هاي الاشعاعات، يعني بنجيب كميه كبيره من هاي الاشعاعات. تمام، بتكون ضيقه جدا يعني رفيعه هاي الحزمه، بتكون مركز جدا بالاشعاع. تمام، يعني عدد جسيمات الفا او بيتا فيها بتكون عاليه جدا، او اذا بروتونات او نيوترونات فيها بتكون كثير عاليه. بتدخل الان على النسيج السرطاني او الخلايا السرطانيه وبتؤدي الى قتل هذه الخلايا. بدنا نفهم عمليه القتل هاي كيف بتتم. نتحدث عن اخطار الاشعاع النووي، يعني لاحظنا انه هون الاشعاع النووي استخدمناه في قتل الخلايا السرطانيه، فهل هو بقتل بس الخلايا السرطانيه؟ طبعا لا، له مخاطر كبيره. خلينا نشوف مع بعض. هلا احنا نستخدم الاشعاع النووي في العلاج، احنا هيك هدفنا وهذا اللي شفناه هون. تمام، استخدمنا الاشعاعات النوويه عشان نقتل الخلايا السرطانيه، فاحنا هدفنا انه الاشعاع النووي يتم استخدامه في العلاج. بس عشان تستخدمه مع في العلاج، مشكلته انه بيعمل لك اضرار او بيعمل لك ضرر، فعشان تقلل من كميه الضرر قدر الامكان. تمام، يعني انا كاميرا بعيد، انا جبت جسم بيحتوي على الخلايا السرطانيه، عرضته لاشعاع. تمام، هلا الاشعاع عندما يدخل الى هذا الجسم مفروض انه يقتل الخلايا السرطانيه، بس برضه بيعمل اضرار في هذا الجسم. احنا بدنا نقلل كميه هاي الاضرار قدر الامكان. كيف؟ عن طريق كميه دراسه كبيره كثير بيقوم فيها الاطباء والاشخاص المسؤولين عن العلاج الاشعاعي. شو بدرسوا بالضبط؟ بدرسوا اول شيء نوع الاشعاع اللي بسقطه على الجسم بتناسب مع هذا الجسم. بدرسوا طاقه الاشعاع هذا، يعني مثلا بنعرف انه مثلا طاقه اشعاع بتختلف عن طاقه اشعاع اخر او يحمل طاقه كبيره. بدرسوا زمن التعرض للاشعاع، يعني مثلا المريض اللي بيحتوي على اللي لازم اعرضه للاشعاع عشان اقتل خلايا سرطانيه ما بخليه مثلا 3 ساعات وهو تحت الاشعاع، بخلي فتره زمنيه مدروسه بتكون تبعا طبعا لطبيعه الجسم، طبيعه الجسم قاعد بتعرض للاشعاع. وطبعا خلينا نحكي كمان نوع الخلايا السرطانيه او موقع هاي الخلايا السرطانيه. شوف هون تحديد مدى قرب الجسم للاشعاع، بقرب الشخص او بعيد عن الاشعاع، وتحديد العضو المعرض له. انت زلمه لازم تكون عارف على الاقل 4 من هدول المذكورات هون. واجى السؤال اجى كان يحكي لهم انه كيف يمكن تقليل قدر الامكان عند استخدام الاشعاع النووي من الضرر من اجل استخدام العلاج. بعيد انه اذا تم استخدام الاشعاع النووي في العلاج فكيف يمكن التقليل من قدر الضرر اللي بحدث منه. بحكي له تحديد نوع الاشعاع، تحديد طاقه الاشعاع، تحديد الزمن الذي يتعرض فيه الجسم للاشعاع، او بحكي له تحديد العضو المعرض لهذا الاشعاع، انه في اعضاء بتتاثر بالاشعاع اكثر من غيرها، في اعضاء حساسه للاشعاع. طيب الان بدنا نعمل تصنيف بس للاشعاع حسب خطورته، لانه احنا الاشعاعات النوويه اللي بتعاملنا معها هي الفا وبيتا وجاما، قلنا هم المرجع تبعنا. احنا اضفنا لما عملنا الاضمحلالات النووية والاضمحلال والإشعاع الطبيعي، حكينا انه الإشعاعات النووية بتكون الفا او بيتا او جاما او بروتون او نيترون او بوزيترون. بس هسه الكتاب مهتم بالإشعاعات الثلاث اللي عمل لك لها جدول في بداية دراستنا الإشعاع الطبيعي اللي هي الفا وبيتا وجاما. شوف خطورة هاي الإشعاعات، مشكلتها انها بتعمل تأين، يعني بتعمل تفاعل كيميائي مع خلايا الجسم. هذا التفاعل الكيميائي شو بنتج عنه؟ بنتج تحويل الخلايا الطبيعية في جسم الإنسان إلى خلايا سرطانية، بصير انقسام هاي الخلايا، مش انقسام طبيعي ومش نفس بعدد الكروموسومات اللي بنعرفها، فتتحول الى خلايا سرطانيه. هي اول خطوره لهم. الان الخطر الثاني تغيير في الماده الوراثيه، تمام، او طفرات في الماده الوراثيه مما ينتج عنه تشوه في الابناء او الاطفال. اوكي، مفروض نعرف من هون انه شو خطوره الاشعاع؟ بيعمل تأيين، يعني تفاعلات كيميائيه، يعني بينتج او بيحول الخلايا الطبيعيه الى خلايا سرطانيه. الشغل الثاني انه بغير الماده الوراثيه، فبنتج اطفال بيحتوي على او طفرات وراثيه بتنتج تشوهات في الاطفال. طيب بدنا نصنف الاشعاع بحسب من وين تعرض له الجسم، تمام، نشوف مين الاخطر ومين اقل خطوره. هلا اذا في شخص مثلا وقفنا هذا الشخص، يعني سامحونا على الرسم، وقفنا هذا الشخص وعرضناه لاشعاع من خارج الجسم، تعرض جسمه للاشعاع. هلا بتكون تصنيف الخطوره بحسب الاختراق. ليش؟ لان جلد الانسان عنده قدره على انه يقاوم الاشعاع اللي بدخل، بس احنا الاشعاعات لما اتفقنا حكينا الفا وبيتا وجاما، اتفقنا انه جاما عديمه الكتله، فبتكون قدرتها على الاختراق كبيره جدا. ما احنا قلنا يا جماعه الاختراق والكتله علاقه عكسيه. الجاما تشبه الفوتون،
فعشان هيك بتكون كتلتها تقريبا مهملة أو عديمة، فعشان هيك بتكون قدرته على اختراق جسم الإنسان والدخول داخل جسم الإنسان كبيرة جدا، تمام؟ فهو أكثر هسه خطر لأنه هو قادر على اختراق جسم الإنسان. لما تيجي تدرس بيتا على سبيل المثال، البيتا كتلتها يعني تحمل كتلة ولكن كتلتها قليلة نسبيا، فاختراقها بكون عالي فممكن أن تخترق. بس لما تيجي على الألفا، الألفا كتلتها كثير كبيرة، هي نواة ذرة الهيليوم، من صعب جدا أن تقوم بهذا الاختراق. فعشان هيك كمان مرة، إذا كان إشعاع من مصدر خارج الجسم بصنفهم حسب الاختراق. يعني مين أكثر قدرة على الاختراق؟ جاما هي أكثر خطورة لأنها أكثر قدرة على الاختراق، بيجي بعديها بيتا لأنها متوسطة أو كبيرة القدرة على الاختراق، وبيجي آخر إشي ألفا لأنه قدرتها على الاختراق ضعيفة. بس إذا المصدر داخل الجسم كيف يعني؟ شخص تناول طعام أو شراب بيحتوي على إشعاعات نووية، تمام؟ ممكن يكون في طعام مثلا زي أسماك، هاي الأسماك تعرضت لإشعاعات نووية داخل البحار. ممكن يكون شراب مثلا تناول شرب ماء معرض للإشعاع أو إلى آخره. المهم تناول طعام وشراب بيحتوي على إشعاع، في هاي الحالة ما برتبهم حسب الاختراق، برتبهم حسب التأين اللي هو حسب التفاعل الكيميائي. فأقدر أكثر وحدة قدرة على الاختراق هي أكثر وحدة قدرة على التأين أو التفاعل هي الألفا، بعدها بيجي البيتا، بعدين بيجي الجاما لأنه جاما عديمة الشحنة أو لا تحمل شحنة. يعني كأني بحكي لك في الكلام هذا، اعرف كيف ترتب الإشعاعات النووية ألفا وبيتا وجاما على هوا خطورتهم، فبتختلف ترتيبهم. فإذا مصدر خارج الجسم أخضر واحد، أخضر واحدة بتكون جاما، بعدين تيجي وراها بيتا، بعدين تيجي وراها ألفا. علل ليش أو فسر ليش؟ لأن أنا رتبتهم حسب الاختراق، والاختراق كيف أصلاً عرفته؟ حسب الكتلة، علاقة الاختراق مع الكتلة علاقة عكسية. لا، إذا المصدر داخل الجسم أعرف كيف ترتبهم، بيجي المرتبة الأولى ألفا، بعدين بيجي بيتا، بعدين تيجي جاما آخر واحدة. كيف رتبتهم؟ حسب التأين. وين عرفت التأين؟ علاقته طردية مع الشحنة، يعني اللي شحنته أعلى زي ألفا هو أكثر قدرة على التأين. نبدأ في حل أسئلة النشاط النووي الصناعي. في السؤال الأول، وضح المقصود بالتفاعل النووي. جوابنا هذا السؤال كان أول إشي في التعريف هو إحداث تغيير في مكونات نواة نووي. لما التغيرات التي تطرأ على النواة الهدف اللي بداية التفاعل عند التحامها بالقذيفة، احنا قلنا انه القذيفة تروح تتفاعل مع النواة الهدف. طب شو بصير؟ شو التغيرات اللي بتصير على النواة الهدف؟ الآن تتحول إلى نواة جديدة مركبة في حالة عدم استقرار. إذا القذيفة إذا تفاعلت مع الهدف شو بصير؟ تبع التفاعل، هذا يجيك تفاعل هون. قذيفة لما تتفاعل مع الهدف بتنتج نواة جديدة، هاي النواة بتكون نواة غير مستقرة، تمام؟ ممكن إذا تفاعلت مع النيترون على فكرة تنتج نظير، تمام؟ المهم تنتج نواة غير مستقرة اسمها نواة مركبة. لا، حدد مع بيان السبب الأشعة النووية الأكثر خطراً على الإنسان عند التعرض لها، عملنا لها تصنيف هاي، من مصدر خارج جسم الإنسان. شوف إذا مصدر طبعاً مع بيان السبب، دير بالك، من مصدر خارج جسم الإنسان بتكون أخطر أشعة نووية هو إشعاعات جاما. هل أفسر ليش؟ لأنها أكثر قدرة عفواً على الاختراق. من مصدر خارج الجسم نشتغل يا جماعة على الاختراق. لا، من مصدر داخل الجسم بتكون أخطر واحدة ألفا. ليش؟ لأنها أكثر قدرة على التأين أو التفاعل. تمام؟ 2 في 4 0 في 0. طيب، في التفاعل النووي التالي، طبعاً عندنا تفاعل واضح إنه هذا تفاعل صناعي او تفاعل نووي صناعي، لانه في عندي هون متفاعلات قيمتين، انتج نواه مركبه، بعدين صار عندي تنتين نواتج. ما القذيفه المستخدمه؟ شوف القذيفه هي عباره عن الاشعاع اللي بيكون، شوف عشان تميز النواه الهدف عن قذيفه، دائما في التفاعل في عندنا واحده من الاشعاعات السته اللي انت بتعرفها، اللي قلت لك لازم تكون عارفها بعدد الكتلي والذريه، اللي هي الفا، بيتا، جاما، بروتون، نيترون، بوزيترون، تمام؟ هاي الاشعاعات السته. القذيفة أول إشي بتكون مع المتفاعلات، هاي أول شيء رح أحطها ببالك. إذا أول إشي عشان أحدد القذيفة بدي أبحث داخل المتفاعلات. بعد ما أبحث داخل المتفاعلات بدور على واحد من الإشعاعات الستة اللي اتفقنا عليها، تمام؟ وهون واضح بالمتفاعلات هيو، وهاي نواة بعرف شو هي الأم، بس الـ H2 الـ H2 في 4 هي نواة ذرة الهيليوم اللي هي نفسها إشعاعات الألفا. إذا ما القذيفة المستخدمة هي الـ HE2 في 4. طيب، حدد النواة المركبة في التفاعل. النواة المركبة هي في منتصف التفاعل والنواة الغير مستقرة، هيها يا جماعة، هيها الـ F
9 18 ستار اللي هي النواة الغير مستقرة اللي بتكون في منتصف التفاعل. اي النواة تجمتلك طاقة حركية اكبر ما يمكن. شوف انت دائما بالنواتج كمان بدي احكي لك شغله، هاي النواة اسمها نواة ناتجة. هلا كيف عرفت انه هذا عبارة عن اشعاع ناتج؟ ما هو احد الاشعاعات اللي اخذناها هذا بروتون، دول هيدروجين واحد بواحد، تمام؟ قلت لك واحد من ستة. اذا في النواتج الان الإشعاع دائما هو اللي يحمل طاقة حركية أكبر، إذا كان بعيد في النواتج أيها يمتلك طاقة حركية أكبر دائما بتجاوب اللي بيمتلك طاقة حركية أكبر هو الإشعاع. بضل عليك تبحث بالنواتج، مو بسألك قاعد أصلا عنها، عن النواتج بسألك، تبحث عن الإشعاع. مين الإشعاع؟ أكيد الـ H1 هو اللي يحمل طاقة حركية أكبر. هاي النواة بتكون دائما طاقتها الحركية أقل، هذا إشعاع يتحرك بسرعات عالية وطاقة حركية كبيرة. ما مبادئ الحفظ الأربعة التي يجب أن تتحقق في هذا التفاعل؟ إحنا متذكرين حكيناهم، حكينا مبدأ حفظ كتلة، مبدأ حفظ الشحنة، مبدأ حفظ الطاقة، مبدأ حفظ الزخم، حكيناهم في التفاعل النووي الطبيعي، تمام؟ حتى في التفاعل النووي الصناعي لازم تكون معادلة موزونية، يعني لازم تطبق مبدأ حفظ الطاقة والكتلة والزخم والشحنة. نعم. في سؤال خمسة، طبعاً أنا مجاوب السؤال، اكتب معادلة موزونة لكل ميلي إنتاج نيوترون لاستخدامه في المجالات الطبية أو في العلاج الإشعاعي، حكيت لك عنه هاد أثناء درسنا. إنتاج بروتون هي معادلته أصلاً موجودة، هدول الثنتين في درسنا في صفحة 16 بعتقد، اللي هم معادلتين هدول حكيت عنهم. أذكر أهمية واحدة لكل ميلي. المسارعات النووية شو هدفها أو شو وظيفتها؟ قلت لك هي تستخدم لتسريع القذيفة عشان تعمل إشعاع صناعي. حاب تتألق بالإجابة؟ بتقول تسريع القذيفة من أجل إدخالها على نواة هدف لإنتاج إشعاع صناعي، تمام؟ بس المسارعات النووية بشكل عام تستخدم للقذائف عشان تقوم بتسريع القذائف. نعم. نظير كوبالت المشع حكينا هذا وظيفته إنه إنتاج أو ناخذ منه الجاما اللي بتستخدم في العلاج الإشعاعي، تمام؟ نظير كوبالت المشع ننتج منه جاما أو ناخذ منه جاما اللي يستخدم في العلاج الإشعاعي. عمليات التعقب في الأوعية الدموية في المجال الطبي حكينا شو هدف عمليات التعقب، اللي هي تحديد الأوعية الدموية التي تحوي انسدادات لعلاجها. أحدد بالضبط وين الأوعية الدموية اللي فيها انسدادات عشان أتمكن من علاجها. يا شباب وصبايا، في آخر درس لنا في فيزياء النواة اللي هي التطبيقات على تفاعلات نووية، في الكتاب عندنا تطبيقين يا جماعة، تطبيق يسمى الانشطار النووي، تطبيق يسمى الاندماج النووي. إذا متذكرين حكينا عنهم في طاقة الربط النووية، تمام؟ إذا متذكرين حكينا إنه في أنوية اسمها أنوية متوسطة تحمل طاقة ربط عالية جدا، في أنوية الآن بتكون خلينا نحكي ثقيلة، هاي الأنوية تبحث عن انشطار نووي، بتعمل انشطارات نووية عشان تحاول تحول أنوية متوسطة، والأنوية الخفيفة كانت تحاول تعمل اندماجات نووية. فهلا بنعرف مفهوم الانشطار والاندماج النووي. في البداية في الانشطار النووي حطيت التعريف تبعه على شكل يعني خلينا نحكي مخطط صغير عشان يسهل علينا فهمه. ففي الانشطارات النووية شو بصير؟ بكون عندنا نواة ثقيلة يتم إدخال نيترون عليها، هاي عبارة عن نواة هدف وهي عبارة عن قذيفة. بعيد، نواة ثقيلة يدخل عليها نيترون، عند تفاعلها مع النيترون الآن تنقسم لنواتين متوسطتين في الكتلة، هي كانت ثقيلة تحولت لنواتين متوسطتين. هلا يصاحب ذلك نقص في الكتلة يتحول إلى طاقة. يعني لو أجيت سألتك سؤال قلت لك وين الكتلة أكبر، كتل المتفاعلات أم كتل النواتج، بتقول لي والله كتل المتفاعلات، يعني هاي كتلتها أكبر وهدول كتلتهم أقل. فرق الكتلة بين المتفاعلات والنواتج يتحول إلى طاقة، عشان هيك تفاعل الانشطار النووي يستخدم في إنتاج الطاقة اللي تستخدم في المفاعلات النووية. معادلة الكتاب لحدوث الانشطار لنواة اليورانيوم الثقيلة، احنا نحاول نكون حاضرين هذه المعادلة بعددها الكتلي والذرية. ففي هذا التفاعل زي ما قلت لك عندنا نواة ثقيلة اللي هي نظير اليورانيوم اللي هو الأكتينيوم 235 في 92، بدخل عليه نيترون، وشرط فيزيائي هون يكون النيترون بطيء. هلا رح نحكي لقدام ليش. لما يصير التفاعل الان بين النيترون واليورانيوم حكينا بصير هاي هون، ركز، نيترون تفاعل مع نواة ثقيلة بصير عندي نواتين متوسطتين. قبل ذلك في خطوة صغيرة ذكرها الكتاب، انه في عندي نواة مركبة اذا بتذكرين، قذيفة، تمام، نواة مستقرة او نواة هدف، نواة مركبة، انوية ناتجة، اشعاع ناتج. طيب هاي النواة المركبة الآن بس مرحلة انتقالية، مباشرة هاي النواة بتكون غير مستقرة بتنشط لنواتين جداد، هدول هم الأنوية المتوسطة، تمام؟ الـ PA 141 بـ56 مع الـ KR 36 بـ92، مع إنتاج ثلاث نيترونات جديدة ولكن تكون سريعة.
يعني النيترون اللي بدخل على التفاعل عندي بكون بطيء، والثلاث نيترونات اللي بتنتج من التفاعل بتكون سريعة. في هذا التفاعل وتفاعل إشطار النووي الكتاب بدي اياك تعرف ثلاث شغلات، تمام؟ طبعا المفاعل النووي اللي هو مفاعل الماء المضغوط، هلا هذا التطبيقات اللي له كلياتها محذوف معنا لجيلنا، فاحنا راح نتقيد في الكلام ونبدا على اللوح. اوكي، الان بدنا نفهم ثلاث شغلات، نفهم ايش اسمه التفاعل النووي المتسلسل، نفهم الكتله الحرجه، ونفهم مفهوم المفاعل النووي. نيجي على التفاعل النووي المتسلسل، ما المقصود بتفاعل نووي متسلسل؟ حاولت اوضحه على شكل رسم، تمام؟ وانا حاطه عندك في الدوسي او حتى موجود عندك الكتاب، هو مرجعنا اكيد كتاب الوزاره، فموجود عندك في الكتاب خلينا نحكي المفهوم النصي له التفاعل المتسلسل. لان طلع شو بيصير، احنا اتفقنا انه النيترون راح يتفاعل مع يورانيوم، انا رسمتها كبيره نسبيا للدلع انها نواه ثقيله، بتنشط لنواتين جداد بي اي وكي ار، انواه متوسطه، مع انتاج ثلاث نيترونات جديده. كل نيترونيه جديده تدخل على يورانيوم اخرى، على نواه يورانيوم، يعني بكون عندنا كتله من اليورانيوم، يحدث اول تفاعل، تمام؟ استهلكنا في التفاعل هذا نيتروني ادخلناها على الكتله مع حبه يورانيوم او نواه يورانيوم، انتج ثلاث نيترونات تدخل على ثلاث انويه يورانيوم جديده. فالواحد نيترون انتج ثلاث نيترون، تفاعل الواحد انتج ثلاث تفاعلات، الثلاث راح ينتج تسعه، التسعه راح تنتج 27 وهكذا، بدنا نضل نستمر في الموضوع، فعشان هيك يسمى تفاعل متسلسل او مستمر. استاذ انت قلت لي انه النيترون بدخل في التفاعل هون يكون نيترون بطيء، ولكن قلت انه النيترونات تنتج من تفاعل تكون نيترونات سريعه، لهيك في شيء فيزيائي بنسميه لهي الانويه. ركز شو بدي احكي، قبل ما ادخل هاي النيترونات على التفاعل الجديد بعملها شيء فيزيائي اسمه تهدئة. شو التهدئة؟ هي عملية إدخال النيترون إلى الجرافيت أو الماء الثقيل من أجل تقليل من سرعته، يعني أحول النيترون بطيء بدل ما هو سريع. إذا نيترون بطيء أنتج ثلاث نيترونات، عشان ثلاث نيترونات هاي السريعة تدخل على أنوية يورانيوم جديدة لابد من تبطئتها باستخدام شيء اسمه التهدئة. طبعا إحنا هسا مفهوم التهدئة برضو لجيلنا يعني مش راح نسأل عنه. نيجي على المفهوم الثاني، شيء اسمه الكتلة الحرجة. كتلة الحرجة هي الحد الأدنى من كتلة اليورانيوم اللازم لمنع تسريب النيترونات وإدامة التفاعل. أنا هدفي إنه أحقق شرط التفاعل المتسلسل أو المستمر، تمام؟ كيف أحققه؟ لازم تكون كتلة اليورانيوم كبيرة نسبياً عشان يستمر التفاعل، لأنه في حال كانت كتلة اليورانيوم صغيرة راح يصير جزء من النيترونات هاي اللي بتنتج تخرج خارج الكتلة فبخسرها أنا. فعشان هيك لازم تكون كتلة اليورانيوم كبيرة نسبياً عشان أضمن استمرار التفاعل. عندنا آخر شيء اللي هو شيء اسمه المفاعل النووي. شو هو؟ اللي هو نظام يوفر بيئة مناسبة من أجل إدامة واستمرار التفاعل. مفاعلات نووية هي طريقة أسيطر فيها على تفاعل الإشطار النووي من أجل إنتاج الطاقة، تمام؟ يعني خلينا نحكي نظام يوفر ظروف مناسبة حتى هذا التفاعل يستمر وأنتج منه طاقة، والمثال عليه اللي هو مفاعل ماء مضغوط. طبعا بتم تصنيف المفاعلات حسب طريقة التبريد تبعها، فالمثال موجود عندنا بالكتاب اللي هو مفاعل ماء المضغوط. هذا بالنسبة لمفهوم الانشطار النووي. نيجي على مفهوم هلا الاندماج النووي. هلا الاندماج هو عكس الانشطار. في الاندماج بنجيب انوية خفيفة، عندي نواتين خفيفتين، هدول بدمجهم مع بعض وبعمل نواة جديدة. بس برضو لو قارنت بالكتل راح الاقي انه كتلة النواة الجديدة هاي تكون اقل من مجموع هدول الكتلتين. بدك تسألني وين فرق الكتل راح؟ بقول لك على شكل طاقة. إذا هذا التفاعل ينتج طاقة وهذا التفاعل ينتج طاقة. من أين تنتج الطاقة سواء في الانشطار أو في الاندماج؟ من فرق الكتل بين المتفاعلات اللي كتلها كبيرة والنواتج اللي كتلها بتكون أقل. ولكن عند مقارنة الطاقة في الحالتين نجد أن الطاقة في حالة الاندماج النووي كبيرة جدا وهائلة مقارنة بطاقة الانشطار. أنا ما بقول لك الانشطار لا ينتج طاقة، ينتج، بس لو قارنت بينهم بتقول لي طاقة الاندماج أكبر بكثير من طاقة الانشطار. الآن أنا حاط الآن معادلات عليها وحاط معادلتين موجودين بالكتاب. هاي المعادلة كاتب عليها الكتاب انه تحدث في النجوم او تحدث يعني في الشمس، فهو عبارة عن تفاعل اربعة هيدروجين، ليس نظائر هيدروجين، هو هيدروجين، اربعة هيدروجينات بتفاعلوا بينتجوا هيليوم مع اثنين بوزيترون اللي هو البيتا الموجبة مع اثنين نيترينو. احنا قلنا البوزيترون شو بنتج معه؟ نيترينو. اذا اربع ذرات هيدروجين تتفاعل او تندمج مع بعضها البعض فتنتج عندي الهيليوم مع اثنين بوزيترون ونيترينو. هلا يسعى العلماء من اجل انتاج الطاقه باستخدام الاندماج النووي. هلا باستخدام الانشطار ما احنا عملنا شيء اسمه فاعل نووي وتمكننا من انتاج الطاقه، بس العلماء يسعى انه يستخدم الاندماج لانتاج الطاقه، لان الاندماج قلنا ينتج طاقه اكبر نسبيا. فهو مجرد خلينا نحكي ابحاث وسعي للعلماء، هل تم تطبيقه حتى الان؟ الكتاب وارد في جمله بقول لك انه لم يتم تطبيق حتى الان اندماج نووي، هي مجرد تجارب بس نعملها على سطح الارض.
فاللي بسعى له العلماء أن يعملوا اندماج لنظائر الهيدروجين اللي هي الديتيريوم والتريتيوم، فينتج ذلك الهيليوم مع نيوترون. تمام؟ إذا التفاعل على الشمس 4 هيدروجين ليست نظائر هيدروجين، هيدروجين طبيعي يتفاعل ينتج هيليوم مع 2 بوزيترون و2 نيوترينو. التفاعل بسعى العلماء اللي عملوا لإنتاج طاقة في الاندماج النووي إن أفاعل نظائر الهيدروجين اللي هو الديتيريوم والتريتيوم من أجل إنتاج الهيليوم والنيوترون. لا، يسمى التفاعل اندماج نووي في التفاعل النووي الحراري، وبدنا نفسر ليش يسمى التفاعل نووي حراري. من هذه التسمية أنا وياك ننتبه إنه أنا قاعد أقصد في إنه يحتاج إلى حرارة أو طاقة حرارية، وهذا فعليا يحدث في النجوم أو في الشمس. أنت بدك تجيب 4 هيدروجين، 4 هيدروجين هي أنوية، والأنوية موجبة الشحنة. كيف ممكن نخلي مجموعة من الأنوية الموجبة تندمج مع بعضها البعض وتعمل نواة واحدة؟ هذا موجب موجب، هنا قوة تنافر كهربائية بين الأنوية. افهم شو بحكي، الأنوية هاي موجبة، كيف ممكن تندمج مع بعض وتنشئ لي نواة الهيليوم مع إنه هي موجبة الشحنة، يعني بينها تنافر كهربائي؟ لا يتم ذلك غير بتوفر شرطين، هذول الشرطين هي حرارة عالية وضغط هائل. بمسك هاي الأنوية موجبة الشحنة بعرضها لدرجة حرارة عالية جدا زي الشمس والنجوم وضغط مرتفع، يؤدي ذلك إلى اكتساب هذه الأنوية، اسمع، سرعة كبيرة وطاقة حركية كبيرة، مما يؤدي إلى اندماجها وإنشاء الهيليوم. أنا عملت لك إياها كمخطط أسهل للدراسة. إذا فسر لماذا يسمى هذا التفاعل تفاعل نووي حراري، أو كيف يمكن دمج 4 أنوية موجبة الشحنة مع بعضها البعض؟ بحكي له عن طريق درجة الحرارة العالية والضغط المرتفع يؤدي إلى زيادة سرعتها وطاقتها الحركية، مما يؤدي إلى اندماجها. طبعا يا جماعة جميع المسائل اللي عندنا في الدرس هذا ودرس الانشطار النووي والاندماج النووي هي مجرد أسئلة نصية ورد إجاباتها أثناء شرحنا، تمام؟ بتمنى أنك تجاوبهم طبعا وأسئلته مباشرة طبعا من نفس الدرس، والله يعطيكم العافية وأتمنى لكم جميعا التوفيق. أستاذ أحمد عرقات وشكرا لكم.